بأخذكم اليوم للزيارة الثانية إلى القصبة، قصبة الجزائر، وهي مدينة الجزائر القديمة أو المدينة العتيقة، عاصمة الجزائر، اللي هي اندرجت تحت الإرث العالمي اليونسكو سنة 1992، وهي تم تأسيسها من قبل الزيريين في القرن العاشر. زيارة جديدة إلى القصبة مرة أخرى. الجمعة رحتها بس كانت الجمعة مسكرة مثل ما أنتم شايفين. المرة التخطيط بتكون أفضل، لأن قلت لازم أرجع ولازم أجرب السردين. هذه أحد الأزقة القديمة، من أقدم الأزقة في القصبة مثل ما أنتم شايفين. ننزل لين تحت، لا في بيوت يعني، وأنا بنصور البيوت. هذه البيوت اللي تحت، طبعا هي عدة طوابق والجماعة ناطرين. هذه هي عمدة المرمر اللي على البيوت القديمة، وما زالوا أهل نفس الأسر تباع وتشترى يعني. إيه يعني هي من العائلات المتيسرة حالها. هي واحدة من بوابات البيوت القديمة، one of the old houses. أنا أقول باللغتين العربية والإنجليزية، لأن قاعد أصور الكاميرا وأصور الموبايل. عين سبيلة اللي كانت موجودة أكثر من 100 عين في القصبة، لأنه ما كان فيما متوفر مصدر الماء. من وين يأتي مصدر الماء؟ هي الأمطار. فالناس كلها، كل البيوت مجهزة مثل الطريقة الرومانية، مجهزة بسيستم تجمع المياه في الجب، والمياه شروب. كان الناس الأغنياء يديروها في سبيل الله، يحفروا هذاك البير يتعمر من المياه اللي تجي من جبال العاصمة، من جبال بوزريعة. في أهل هادو هنا كلها كانت مقاهي. الجانبية يعني أهدرت، ناس ساكنين، الناس كلهم هذا مش أهل الديار، هذو كلهم ناس جايين عندهم مشكلة في السكن، فيجوا يدخلوا أي بيت. والأهل تاعها طبعا عندهم مشكلة تاع الإرث، مازال ما حلوش المشاكل تاع الإرث، أنا ما عرفتش من عائلة هنا مازال المشكلة تاع الإرث. في شغلة مهمة في القصبة، هو أن الواحد يحاسب في موضوع التصوير، وأحاول قد ما أقدر أن الكاميرا ما توجه لأي أحد من الأشخاص، لأنهم خجولين من ناحية الكاميرا أو التصوير، وهذا حق من حقوقهم، وواجبي أنا احترام رغبة الأشخاص يعني. فطول ما أنا أتمشى أدور مكان بحيث أني أنا أصور بدون ما أسبب أي إزعاج لأي شخص. صاحب البيت اللي صورته فاتح بيته كبيت ضيافة للناس الأجانب، يجون هني يأكلون الأكل ويقعدون ويرتاحون في الغرف. فخذ البيت ورمم البيت، وساكن في البيت مع أمه وأخته. فمثل ما أنتم شايفين البيت كامل كلاسيك يعني، مثل ما هو على أصالته
كل النقوش وكل الأشياء اللي فيه، طريقة تقديم الضيافة والغرف، الستائر اللي بين الغرف، الطيور. أنا حسيت نفسي سافرت يعني للقصبة قبل 30 أو أي 30 يمكن 100 سنة. فشيء جميل من حيث المدخل، النباتات الأرضية، شوفوا الأرضية شلون، شوفوا النباتات، شوفوا المنظرة، شوفوا المنظرة، وتشوفوا الممر اللي دخلت منه، الأدراج، الدريات، المدخل، شوفوا المدخل معاي، المدخل، شوفوا المدخل معاي شلون، والبيبان، الغرف شلون صغيرة نازلة، والدري، النكشات، الأقواس اللي على الدري. فعلا تحس ان البيت قديم، الابواب اللي تفصل البيت، ستاير مثل ما انتم شايفين وراي، اللوحات القديمه، وغرف النوم هني، والدري اللي يوصل على فوق. شوفوا السقف شلون، يعني وين ما الف في شيء جميل لازم نشوفه، وين ما الف. انا دار راسي الحين، هذه الحريرة الجزائرية قاعدين ناخذها من قلب العاصمة قصبة. صور طبق الرشتة. شو هذا؟ طبق الرشتة. الرشتة صحيح، عبارة عن شنو؟ عجينة، نوع من العجائن نفس النودلز يعني. عجينة النوعية الرقيقة جدا، وتطبخ بمرقة بيضاء ودجاج والقرعة. فقط أرجل للدجاج أو لا؟ كامل. نعم كامل. أوكي. والحمص فقط. بس طلعني بعدين. going upstairs the house. Oh, this is amazing. Wow. جميل. Ça c'est ancien. Ah, ok. Même là, le tomate. L'origine, t'as pas de l'origine. Ça va pas beaucoup de temps. Il y a deux mois, ça t'a. Attention. Yeah, it looks like the second floor and maybe the roof. Wow. ما شاء الله. هذه هي القصبة الحقيقية. شوفوا هالمنظر. اللي يميز القصبة ان رغم ان احنا في قلب العاصمة، بالرغم من ضجيج الزحمة وضجيج السيارات والزحمة، الا ان هني احنا قاعدين في مكان منعزل تماما. وانتوا اسمعوا معي، هل تسمعون شيء غير صوت الهواء والعصافير؟ فعلا لما اكون هني داخل كأني موجود في
عالم موازي خلينا نقول، او في غرشه، حطيت كانه معزول داخل زجاجه او غرشه. ففعلا القصبه فيها شيء مميز، فيها سحر غريب، وفيها كل شيء جميل كوني موجود في وسط البيوت. هذا موجود في القصب، هذا أقدم مكان في القصبة، وما زال القصب موجود عليه. نطلع فوق، كل دريات هلكنا من المشي من كثر ما نركب فيها. كلها حرف، لكن للأسف انقرضت وبقات غير يعني قليلة جدا. لكن مثل ما قلت لك لكل شيء فيه الآن رجوع، حتى الناس، حتى الشباب مثلا أصبح يهتم أكثر بكل ما هو تقليدي، كل ما هو يعني. في أحد بيوت القصبة دخلنا، هذه البيوت شكلها كذي في القصبة. شوف البيت كيفاش محفور في الحجر، هذا من أقدم البيوت التي بنيت في القديم. ومعظم البيوت شكلها بهذه الطريقه صح؟ هذا البيت الاول القديم، لكن بعدين اصبح البناء يعني اطول من هذا الشيء، فكله محفور في الصخر. في الصخر اي. مش بناء يعني. حتى الكرناج شتي؟ لا الكرناج، لا الكرناج. هذا البيت هذا الزليج محفور داخل الصخر. عاودوا شنو صخر القصبة. وهذا كل ما تبقى من السور المحيط بالقصبة. وفي السابق كان صعب اختراق القصبة في وجود هذه الأسوار الكبيرة. مثل ما انتم شايفين وراي، السور مبني بطريقة نوعا ما منحنية، والانحناء في الأسوار يدل على وضعية الدفاع ووضعية سماكة ومتانة السور، حتى في وضعية الرياح. شوفوا شلون عالي السور، هذا ما تبقى من السور المحيط بالقصبة. الشرق والغرب. فهذا مثلا هنا كان واد، هذه منا باب الواد، هذه باب الوادي، فالواد اصبح من تحت وبنت عليه هذه السلالم حتى تتفادى الهجمات تاع الناس الاهل. أيوة. المحليين من اللي كانوا كلهم يشاركوا في الثورة. جميل. اي هذه الحجارة تعود الى العهد الروماني. على وشك ادخل البيت، واللي هو حاليا مكتبة بن شنب الخاصة لطلاب الثانوية. هذه هي المكتبة، مدخل المكتبة. اللون الأزرق اللي تشوفونه هني، هذا اللون مستورد من قبل العثمانيين. فهذه الفيلا أو هذا المنزل البسيط ولكن الغني بتصميمه، تلقون فيه ثلاث أنواع من التصاميم أو ثلاث ستايلات: الستايل المورسكي، الأندلسي،
والستايل العثماني الأزرق والستايل الحديث القرن التاسع عشر الفرنسي. عجبتك منى؟ طبعا. هذه بعد أحد البيوت مهجورة سكروها، صار الباب موصد تماما. مثل ما قريته قصة البيت، عدد من الشهداء تم تفجيرهم، دمروا المسكن من الفجرات بعد حصار من قوات العدو يوم كامل. في هذه الصورة هم الشهداء الأربعة، عمار علي الأسماء، عمار عمار المدعو في عمار، وعمار علي المدعو علي غفر. الكرام، نحن اليوم متواجدين في الشارع آنذاك الذي كان اسمه بشارع رودي زابديرام. نشوف لما أتى المستعمر الفرنسي على تدمير المكان، لأنه تم اكتشاف المخبأ السري المتواجدين فيه أربعة الشهداء عليهم رحمة الله، منهم أبو حميد محمود عمره لا يتجاوز سنة من 19 سنة، ورمز المرأة آنذاك حسيبة بن بوعدي لا يتجاوز عمرها 18 سنة، البطل المدعو عمار علي المدعو علي لابوانت، والطفل الصغير الذي كان آنذاك لا يتجاوز عمره 14 سنة يصف عمار المدعو لبتي عمار. في هذا المكان نشاهد في 8 أكتوبر بالتاريخ وبالتحديد حضور كثيف من القوات المستعمرة الفرنسي، والذي قام بالعملية آنذاك هو اللواء، يعني بين قوسين باللغة الفرنسية الجنرال بيجار، كان قائد القوات الخاصة الذي كان تكلم دخوله إلى مدينة القصبة على المجاهدين، لأنه كان ضعف من الأسطول الفرنسي في القصبة. ممتاز، شكرا. تاريخ اليوم نشهد. هل تم إعادة المنزل، إعادة بناء المنزل؟ تفضل. وفي هذا اليوم تم تدمير المنزل الذي كان لعائلة غنية وثرية باسم العائلة لافامي موساوي، مع العلم بأن الطفل تحم الأول هو أول سفير الجزائر في فرنسا في 1963. نشاهد هذه الكتاب من المستعمر الفرنسي ودخول المستعمر، خروج الناس اللي كانوا ساكنين فيه وعملوا متفجرات، لأنه أنزلوا إلى نهاية الحي كما نشاهد تصوير الفيلم بعنوان معركة الجزائر تحت المخرج جون فرانكو كوربو الذي مات هو أيضا حوالي 3 سنين، العنوان الفيلم أو حتى السيناريو تعرفين، وكان ممثل رئيسي باسم ياسف سعدي، وكان آنذاك قائد القوات اللفلان يعني الجيش الجزائري بعنوان المنطقة الحرة، شاف دو اوتونوم دو لا زون ليبر. وفي بداية الشارع كان تم وضع ديتوناتور وحوالي أكثر من 4000 عسكري صائر ضائر على الحي، حتى تم تفجير وسقط في ميدان الشرف على الشهداء الأربعة الذي شاهدناهم وذكرنا هم وعليهم رحمة الله. الله يرحمهم. شكرا، شكرا لك على هذا بيت جنبه، وهو مطعم تقليدي، وبيت جنب البيت اللي صار فيه التفجير، وهذا هو انستغرامه.